كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس السادس بل هو المجلس السادس من مجالس جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله اليوم نحاول ندير خلاصة مع بعض الإضافات في هذا العلم الجليل وهو علم أصول الفقه الإسلامي إذ مثلا أما كنزرام الكتاب اللي نشرحوه هو كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي كتاب جمع الجوامع في علم الأصول علم أصول الفقه الإسلامي أولا الكتاب صاحبه تاج الدين السبكي الذي توفي سنة 771 للهجرة 771 للهجرة هذا الرجل الأصولي هذا الرجل صاحب العقل الموسوعي استوعب 100 كتاب من 100 كتاب أعطانا خلاصة مركزة في جمع الجوامع كما النحلة تيزي زويث الدويرة وكذورة ذي الحاير وكذا شحال تلحو باش هذا غدفك ثامنت أكيد خدم خي قريت قبل فيك أكيد جعل ربي تيزي زويث أن ديل الخير بضيف أكيد تيزي زويث جمع الجوامع تاج الدين السبكي قام واحد الدور أشبه بدور النحلة قرأ 100 كتاب كما صرح هو بنفسه 100 كتاب في علم الأصول وخرج لنا كتاب اسمه جمع الجوامع وهو أعظم كتاب في الأصول تذكرون نهار اللي هضرنا على 5 كتب كان كتب كثيرة في علم الأصول منها كتاب مختصر ابن الحاجب منها كتاب الورقات كتاب الورقات لقطب من أقطاب العلم الشرعي وهو أبي المعالي إمام الحرمين إمام الجويني عنده كتاب رائع جدا اسمه الورقات ولكن يأتي هذا الكتاب ويحتل المرتبة الأولى عند الكثير من المحققين الدارسين لعلم الأصول يعني وقذي غرانا كان علم الأصول سقرد الشم خدمن تندق غرذر ذي الميزان وفان فاكتب ثقي إن صغارا إذا قين قريذونا كان قرأ جميع ذنساتك وقلهان سواطس وطبعا نناد أي غرد ساقي خثارا لانت خصائص دي كاركتيريستيك ناد الحجج لماذا اعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في علم الأصول يحتل المرتبة الأولى عند هؤلاء إذن وهو خلاصة 100 كتاب في هذا العلم الجليل يلا وبعدين مما ذكرنا طبعا عرفنا بالكاتب بالمؤلف وعرفنا بطرق التأليف في علم الأصول تحدثنا عن طرق التأليف في علم الأصول وذكرنا بعض الكتب المستصفى والمحصول وكتب المهمة الورقة ذكرناها ومختصر ابن الحاجب وإلى آخر هذا الكلام ذكرنا جملة من الكتب حسب طرق التأليف وبعدين وصلنا للتعريف تعريف علم الأصول هناك تعريفات كثيرة وحتى الإمام السبكي عرفه ولكن حاولنا نعطي لكم تعريف جامع مانع علم الأصول هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية دوك علم الأصول أخذ في قواعد القواعد هي كلية
كالقول مثلا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. والقواعد الأخرى التي شرحنا بعضها ونشرح البعض إن شاء الله الآخر في مستقبل الأيام، العلم بالقواعد الشرعية الكلية، العلم بالقواعد الكلية التي يستنبط بها، عملية الاستنباط معناها العودة إلى المصادر واستخراج الأحكام الشرعية العملية منين؟ من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية كي نقول لك مثلا وجوب الصلاة منين جات؟ تقول في الآية 83 من سورة البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية 110 من سورة البقرة كذا. نقول لك الزكاة تقول سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مباشرة. نقول لك مصارف الزكاة تقول لي الآية رقم 60 من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية 60 من سورة التوبة. نروح مباشرة نقول لك مثلا الأحكام التجارية والمعاملات التجارية تقول راهي موجودة في أكبر آية في القرآن وهي الآية 282 من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخر الآية وهي أكبر آية في القرآن تحتل صفحة كاملة في المصحف الشريف، الصفحة اليسرى في المصحف الشريف آية كاملة فيها تفاصيل نتاع التوثيق نتاع التجارة نتاع الرهن إلى آخره. إذن وهكذا يلا نقول الربا تقول نعم ربي قال في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا يا سيدي وراء. إذن تروح مباشرة للدليل التفصيلي في الكتاب والسنة. إذن لا بد أن نعود إلى الكتاب والسنة، هذوما المصدران الوحيان، الوحيان القرآن والسنة الوحيان، وبعدين تأتي المصادر الأخرى سأعود إليها بعد حين هكذا يعني في شكل أفكار خفيفة إن شاء الله وباش منها مراجعة منها إضافة بعض المعلومات. كي نروح للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هذا وش يكون؟ وش معنى القرآن الكريم؟ تقول هو كلام ربي وكلامك صحيح. ذا شو ذا القرآن الكريم؟ هذا وقيد مصحف، واقي مصحف، واقي ذا ولا ربي قذيلث، واقي ذا ولا ربي. الجواب صحيح من حب التعريف جامعة. أتقول هذا كلام الله، علاش قلت كلام الله؟ باش تميزه عن كلام الملائكة، عن كلام الأنبياء، عن كلام البشر. كلام الله قيد معتبر. زيد المعجز لازم يجي في التعريف، الديفينيسيون لازم يجي، خطر هو معجزة خالدة. ربي أعطى معجزة لموسى العصا وفلان، على بكم معجزة موسى، معجزة سيدنا صالح الناقة، معجزة سيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. كل واحد واش أعطى له ربي معجزات، ولكن معجزات مادية ذكر القرآن وجاءت في السنة وصدقنا بها، ولكن هذه معجزة خالدة إترنال كلام ربي. ولكن ده وجه آخر للإعجاز، يجي أهل اللغة أصحاب اللغة اللغوي الكبار يقرأ ويقول هي معجزة كبيرة هنا اللغة. أنا عميه ربي قال بلسان عربي مبين. علماء اللغة جيب علماء اللغة قاع في الدنيا سلفا وخلفا ما زال يقرأوا فيه وما زال ما كملوش. أنا عميه إم سنون إم قرآن إحداث بوال تعرف أقارن دي سقسمي هدي غير هدي نزل ربي في النبي صلى الله عليه وسلم أرسى ما زال بيضنا كظهر الأسرى اللي قلنا داخل هاي. نهضر على الأقطاب الفراء والزمخشري وسيبوي وغير فلان وفلانة أقطاب الشافعي عجب. طبعا اللي ما يعرفش يقول فيها كلام عادي لا معجز. إذن هو كلام. ويأتي رجال الشريعة رجال القانون يشوفوا واش كان هنا واش من الخير اللي كان هنا اللي يبحثوا في القوانين وكذا واللي قرأوا كاع تاريخ النظم في العالم بدءا من قانون حمورابي وقانون الالواح الاثنى عشر
والقوانين المعروفة في القانون الروماني وهو من أشهر القوانين وما أبدعه العقل البشري عبر التاريخ. يقول لك انكومبارابل، هما كانش كلام ربي. لذلك قلت لكم سادتي يوما اجتمع العلماء في مدينة لاهاي في 1948 العلماء الكبار تاع القانون، كان كفار وكان كلش، قالوا باللي واش كان في الخير هنا ما لا يضاهى، لا يضاهى الفقه الإسلامي المستخرج من الوحيين من الكتاب والسنة. ويأتي علماء التاريخ أيضا يقول لك معجز، يأتي علماء النفس البسيكولوج يلقوا هنا يقرأوا آية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يدخل في أعماق النفس. غير ربي اللي يعرف النفس البشرية، غير ربي خطر هو خالقها. صفي علماء النفس لازم يقرأوا، ماشي واحد يجي بسيكولوج يقرأ لومبروزو طلياني يقرأ إدوارد سبنسر جولز، قرأ براحتك الله يعينك، ولكن حذاري لو كان ما تقراش هذا ما تفهمش الإنسان. هذه رسالة لبسيكولوج، قرأ كما حبيت لن تفهم الإنسان ولا سيكولوجية الإنسان إذا لم تطلع على هذا الكتاب، لأنه خالق الإنسان هو صاحب هذا الكتاب. يلا يجيو علماء العلوم الأخرى اللي اسمه الآن في الإعجاز العلمي، كم تسمعوها علم الفلك والأسترونومي والجيولوجي وكذا إلى آخره. بعض الآيات اللي قرأهم هنا ذكرت لكم بعضها ربما في حلقة من الحلقات، تقرأ قوله تعالى في سورة فصلت، شكون يذكرني بها؟ يلا سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سورة ياسين الآية 36، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة الذاريات والسماء ذات الحبك، يا العقل تاع الفلك يروح ابحث. الآية 20، ربي قال وفي الأرض آية للموقنين. الآية 21، ربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22، ربي يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. حجب، إذن هذه إشارات، إشارات علمية موجودة دلالات. وطبعا هذا الكتاب كتاب هداية وتشريع، ولكن هذا لا يمنع من وجود إشارة علمية دل عليها العلم الحديث في جميع التخصصات. إذن المعجز صفي، أي واحد يقرأ هذا الكتاب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدق ربي إذ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن القيد الثاني المعجز. القيد الثالث المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاش قلنا هك؟ باش نميزوا عن سائر الكتب. فاش الدين زل ربي الزبور، فاش داود، إيه التوراة موسى، إيه الإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم وإبراهيم، إيه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صافي لازم نقول منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمييزا له عن سائر النبيين والمرسلين. وبعدين باللفظ العربي، بالعربية بلسان عربي مبين. هل هذا يمنع الترجمة؟ لا يمنع الترجمة، ترجمة المعاني. يجي واحد بالفرنسية يترجم براحته، وقول اعملوا فسير الله عملكم، افريكر الله مش عارف إلى آخر الآية، هذا ترجمة. ولا استقبيلي ترجم براحتك، وبالإنجليزية وترجمت في العالم الآن راهي موجودة معروفة، ولكن هذا باللغة العربية بلسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآن عربية باللفظ العربي المنقولين بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين كما قلنا. معناه هذا كيفاش وصلنا، وصل 1438 اللي عندنا يبضد 2017 ورنا، يبضد التواتر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، الصحابة بعدين التابعين، تابعين تابعين بأحسن، الميدن بضل كون تابع التابع، الميدن بضل ورنا بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين. وبعدين إذا قلت تفتح باب القراءات وتفتح واحد الله يبارك الخير، خير كبير. يلا من بعد المتعبد بتلاوته هذا الكتاب، هذا القرآن متعبد بتلاوته، المكتوب بالمصاحف أو في المصاحف، معناتها كان جمع القرآن إشارة إلى جمع القرآن،
نعم الجمعة الأول الجمعة الثانية الجمعة الثالث حتى نوصلوا إلى آخر جمعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الإمام، وقد أشرنا إلى هذا في حلقات السابقة المصحف الإمام. وبعد صافي المكتوب مصاحب إلى أن يقول المبدوء بسورة الفاتحة، هنا كتفتحك أول سورة تلقاها المبدوء بسورة الفاتحة، هاي هنا المختوم بسورة الناس، هو اش كاين في النسخة هذه. ولكن هل سورة الفاتحة أول ما أنزل؟ لا، أول ما أنزل اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. علاش ما لقيناهاش هنا؟ هذا ذكرناه. وآخر ما أنزل، آخر ما أنزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية سورة البقرة 281. هو عرفنا القرآن، إذن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المقروء بالتواتر المكتوب بالمصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، فهمنا؟ يلا ولكن حبس ما زال نكملوا. هذو كل علماء اللي يستخدموا قواعد الأصول باش يروحوا لهنا، أو كاين خدمة القرآن هنا النصوص نتاعو كاين تروا كاتيجوري ثلاثة أصناف هنا. كاين البيان الكلي ألف، البيان الإجمالي باء، البيان التفصيلي جيم. هاو اش كاين؟ كاع القرآن الكريم كاين ثلاث أنواع من البيان. هذه سيدي روبير، ما يقدرش واحد يهدر في القرآن ويتعامل مع القرآن ما يعرفش هذه الأمور، لازم لا انديسبونسابل. لذلك قلت لكم سادتي أن تكوين العقول العلمية ليس بالأمر الهين، وهو أمر لازم، ليس بالأمر الهين تماما. اللي يتمرمد في البحث العلمي في القراية يسفري يتعب يسهر إلى آخره، والله غير يعرف قيمة العلم من بعد باش يفتح فمه ويقول والله غير ثقيلة، قسم بالله غير ثقيلة، لأنها ثقيلة هكا باش تميز يا حبيبي بالعقل. البين الكلي ما معنى هناك آيات وردت في هذا الكتاب العزيز جاءت بطريقة كلية بتقرير القواعد الكلية أو المبادئ العامة فقط، وتحتاج إلى بيان إجرائي تنفيذي من قبل أهل العلم فقط. والأدلة كثيرة، قال الله تعالى في سورة المائدة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه آية جاء بيانها بطريقة كلية كرست مبدأ اسمه مبدأ الوفاء بالالتزامات وجميع الالتزامات بوان. ولكن الالتزامات كلها، التزامات مدنية، التزامات تجارية، التزامات اجتماعية، التزامات كل التزامات، آية واحدة لخصت كل شيء. رب دي قار مثخذ من العقود طبقت العقود هذا ما كان، ولكن كل العقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ربي سبحانه أعطانا أنواع العقود، ما قالناش أنواع العقود، آية كلية. يلا ربي قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال ربي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. وربي قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان كما في سورة النحل الآية 90. ربي سبحانه قال ديروا العدالة برك، إسكو قالنا لا بروسيدور ما قالناش، والحمد لله كما قالناش، الحمد لله مغدينا راه قرض برفيق الرينوان. يلا تريبينال لا كور لا كور سوبريم جوج وقيق من البينال وقيق السوسيال وقيق في برفيق الرينوان. الزمان ماشي هكذا، قاضي عمر الخطاب يريح ومعاه قاضي هو كلش، عمر الخطاب القاضي الشريح مريح في الجامع ولم بعد داروا له مكان نتاع القضاء. اللي يجي مرحبا، فونسي مرحبا، فينونسي مرحبا، عقارية ولا مالية، الزواج الطلاق مرحبا، المواريث مرحبا، كلش. خاطر عقولهم كانت عقول كبيرة، عقول كبيرة، من بعد ضرب ما شاهو يزمر ثريون يفصل فيه، سي امبوسيبل سي امبوسيبل. إذا عرف الفونسي العقار
تديروا في لي زانفيستيسمون مي فان فيها ترند، تقول له فهم في لي زانفيستيسمون نعطي لك قضيه في الاحوال الشخصيه الطلاق سورتو الطلاق تاعنا دوك حنا من الطلاق عندنا بي بري برك. هذاك اللي حكيت لكم قصه الشيخ عمر اللي قال له طلقت مرتي 20 مره، الشيخ لقى لي افيد ثبوت. إن الشيخ عمر الشيخ الجامعة ماشي ذا منوزي في ثبوت معنا القالي رخصة فقهية. واش قضايا الطلاق معقدة جدا، إذا قضايا أخرى في الإدارة، قضايا يعني عقود إدارية وفيها إشكال، قضايا في إمبور إكسبور يعني ستادير تجارة دولية، يا حسرة صافي شحال شحال العقود. لازم كل واحد يسبيسياليزي، تلقى واحد مختصر في الفرائض المواريث تعطيه المسألة في المناسخات يقول لك أعطيني 16 شهر باش نحلها لك. نعود مسألة 16 شهر باش يلقى لك الحل، ولكن كان يعرف في المواريث يقول لك أعطيني نص ساعة نفريها لك. خطر إكسبير، وربي قال في القرآن نفس به خبير. فهمتوا كيف؟ صافي. إذن علاش قلت هذا الكلام؟ باش ما يجيش واحد منكم ولا واحد منا يقول شنو هذا المحنه هذه بينال سيفيل كوميرسيال سوسيال. يا خويا علاش ما تديروش كيما بكري؟ اعطيني تاع بكري نعطي لك الفتوافر، اعطيني القاضي شريح نبطلوا كاع المحاكم هذه. ما كاش. وزيد لي بروسيدور اخرى، هذا كلام ثاني طويل. درك هذا البين، بين كل الايه القرانيه، هل بينت الطريقه؟ لم تبين الطريقه لمصلحتنا. وغدنا رانا امشي رانا نخدم، وغدنا ربي امشي نخدم، ديقا ضبرت القرانيون طبقت العداله وفرات. مبدا الشورى ربي قال وشاورهم في الامر في سوره ال عمران، وبعدين قال وامرهم شورى بينهم، سوره الشورى الايه 38 معنى ربي قال تشاوروا. مي كيفاش نتشاوروا؟ شغلكم تشاوروا دي تكنيك دي بروسيدور، هذه ما ندخلوش فيها. هذا باش نعطيكم رساله، هذا النوع من الايات اسمه البيان الكلي. اذا دخلت عقول العلماء باستخدام قواعد الاصول لاستنباط الصيغ التنفيذيه في هذه الايات نقولهم اعطيكم صحه. مما يدخلوش في زون انتيردي درك نقولوها من بعد. كاين زون انتيردي، كاين منطقه ممنوعه ما فيهاش اجتهاد، تسمعوها من بعد. وكاين بين نوع اخر اسمه البيان الاجمالي. شو البيان الاجمالي؟ ربي قال صلوا، الايه 83 من سوره البقره، ربي قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. كيفاش نصلوا؟ على بالناش. لازم واحد يقول لنا، اسكو العلماء هما اللي يقولوا كيفاش نصلوا؟ النبي وحده صلى الله عليه وسلم فقط. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني. وفي الحج كيفاش نحجوا؟ قال خذوا عني مناسككم. وتعرفوا في حجه الوداع كيف الصحابه يشوفوا يتبعوك الى اخره، وكذا العمره كي شافوا الصحابه يبدا الطواف من الحجر الاسود. علاش ما يبدا صافي كل واحد يدير الروبير نتاعو؟ انت دخلت من بدا من هي وانت من هي بدا من هي، يا اخي ليسونسيال ساتور كما قال لك هذاك. قالوا من بعد قالوا ليسونسيال ساتور، ليسونسيال دير سبع اشواط. ماشي هكذا، ما كانش يسونسي ساتور، لازم تبداها منين بداها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قدرت تقبل الحجر دير كما دينا سيدنا عمر، قالوا يا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. شوف كيف كان وقف عادي. الله يبارك. هذه إذن البيان الإجمالي معناتها يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى بيان كيفيات، غير الرسول اللي يقدر يديرها صلى الله عليه وسلم. وباقي المسائل الفقهية وكذا الخلافية هذيك معروفة، راهي مطروحة على بساط البحث على مستوى الفقهاء باستخدام قواعد الأصول كما تعلمون. فغادينا في مسألة نوعا ويسين، ربي نزل فنزلان كان نزل الرسول هذي وران يوراد الصحابة المذبذر ورنا. وآتوا الزكاة، مي كيفاش نزكيو؟ يلا شكون يقول لي زكاة الذهب؟ قل لي في القرآن آية، قل لي نصاب الذهب في القرآن. تلقاش؟ وين تلقاه؟ تلقاه في السنة، كما في كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك، رقم الحديث اللي شفى، رقم الحديث
ذكرناه 580 هذا ذكر فيه الحرف والماشية وذكر العين، والحديث رقم 584 أعطانا النصاب، نصاب الذهب شحال؟ 20 دينار، نصاب الفضة شحال؟ 200 درهم، ولكن بالموازين الحديثة ما نقولوش درهم والدينار، لو كان تقول واحد 20 وين يعرف 20 درهم؟ هذا نعرفوا غرام ضرب، نقول لك ليكيفالون تاع 85 غرام، هاو فهمت؟ وذا الفضة ليكيفالون 585 غرام، هاو فهمنا؟ من منين جبنا هذه؟ جبناها من السنة ماشي من القرآن. ربي قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وجاءت السنة وبينت تفاصيل، وذكر تفاصيل أوعية الزكاة، القمح والشعير والزبيب كذا مش عارف فيه، وبعدين الان العقارات اللي راهم التجار نتاع العقار ونتاع العمارات مش عارف فيه ونتاع التجاره وعروض التجاره، فيها خدمه كبيره يا جماعه الخير. من جبنا كاع هذا الخير؟ من السنه. شفتوا كيفاه؟ صافي، هذا سميه البيان الاجمالي، وكاين نوع ويس ثلاثه البيان التفصيلي، معنى ربي فصلوا تفاصيل. ذكر ربي سبحانه قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، كاش واحد يقول هذه باينه بالتفصيل. بارك الله في ايات الاحكام، ايات الاحكام فيها تفاصيل. ربي سبحانه قال في القران الكريم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ممكن النساء فوق ثلث ما ترك وان كانت واحده فلا نصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. وكيفاش نديروا كاع هذه؟ دو تيير، أن تيير، أن سيزيام، كيفاه؟ أن ويتيام، الثمن. هذه قالها ربي، اسكو عنده واحد يجتهد؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدلهاش، تبقى كما هي. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرآن مفصل. لا اجتهاد في مورد النص، إذا كان النص قطعيا في الثبوت والدلالة فلا اجتهاد في مورد النص. قلت لكم كما يدير لي جوريست، ان جوريست يقول كاين تكست، ما كاينش اجتهاد، كاين هناك نصوص نطبق النص. متى يجتهد القاضي؟ إذا كان لقى ان فيد جوريديك فراغ قانوني، ولا لقى تناقض بين المواد ولا شيء من هذا القبيل، خاطر القانون تاع بشر، القانون داروا بنادم وبنادم ابيبري، دي فوا يجيبها دي فوا ما يجيبهاش. لذلك انا وانا مثلا في مسالكي صافا قيمت القيمت كني لا انت كنت تدي نزار ربي سبحانه، لكن راه قيمت ضرب بيدي في كان تفاصيل، وغدي الصحراء انا خدمه كاين اللي حبس كان مش دينا القران، قال لي ابويه لكل واحد منهم السدسهم، صافي يقول لك انا كي نموت، انا كي نموت. على فكره كاين واحد النكت هي لطائف، بعض الناس يطلب الفريضه قبل ما يموت، على بالكم هذه؟ صدقوني تجي لعندك يقول لك اعطيني الفريضه نتاعي كي نموت، تقول له شكون قال لك بلي انت تموت الاول؟ يقول لك هكذا جاب لي ربي انا نموت الاول. هي الموت في يد ربي سبحانه، ولكن لا ادري كل واحد واش من السبب نتاع السؤال. غادي ندير بلي في مساله قد دينا ربي يفضخ انت ربي سبحانه، وغادي الصحراء نكوني اسنت نفدل اي غير وسنتد مفصله. وكاين من بعد ذاغ ذاغ في البيان، فقال كفى المبحث، قال نروح مبحث اخر. دلاله النص القراني او نتاع السنه على الحكم تختلف، كاين الدلاله القطعيه، كاين الدلاله الظنيه، والظنيه هذه قد تكون ظنيه في الثبوت، في ثبوت النص بالنسبه للسنه، طبعا بالنسبه للقران كله ثابت، وفي الدلاله تختلف. وندخل دابا في الدلاله، هنا عندك ما تسمع دلاله النص، دلاله الاشاره، فحوى الخطاب، مفهوم المخالفه، مفهوم الموافقه، اللفظ الخاص، اللفظ العام، اللفظ المحكم، اللفظ
المتشابه أو ربقة في القرآن، هو الذي أوائل سورة العمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى آخره. إذن كاين المحكم كاين المتشابه، صافي كاين خدمة، هنا كاين خدمة، صافي ماشي بسهولة زير، صافي فيها خدمة، فيها خدمة وخدمة كبيرة. صافي كي نقولوا في التعريف هذاك، نرجع للتعريف. إذن العلم بالقواعد الأصولية الكلية التي تستنبط بها الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو كي ندخلوا في السنة ثانية فيها خدمة أخرى. تعريف السنة النبوية عرفناها، تعريف الفقهاء، تعريف الأصوليين، تعريف المحدثين. علاش نقول لكم هذه العلوم؟ خاطر كل الان كان اي واحد تقول له واش معنى السنه النبويه، يقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جواب صحيح من الناحيه العلميه، لا حبيبي اللي بغى يقرا ما يقولش هكذا، هذه اللي اسمها لي سوليسيون فاسيل. اللي بغى ما يقراش يقول لك هكذا، مين اللي لقى باش يقرا علاش ما يقراش؟ كي تقول له ما تعرف السنه يقول لك حبس، قبل ما نجاوبك نعرفها كيف يعني. ديجا الفت يطرح لك السؤال تفهم ليه هو فاهم ولا لا. لا دوك مثلا في الجامعة نقولوا للطلبة عرف السنة النبوية، والله كاين شاطرين يجاوبك ما شاء الله، يقول لك السؤال جاء عاما، لذلك يكون تعريفي للسنة حسب تعريف الفقهاء وحسب تعريف الأصوليين وتعريف المحدثين. كيفاش ما تعطلوش 19 على 20 هذا؟ كيفاش؟ لازم، لأنه مخه كبير. اللي يبيبري يقول لك السنة النبوية كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتربح، ويقول لك جواب صحيح. أنا كي هذاك، شفت كيف هلا أمن كم من الفلان ماشي هكا، كيف أمن ذي البحر ميث مسلم مخلف. تعريف الأصوليين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن على وجه التشريع من قول أو فعل أو تقرير. وتعريف المحدثين الفقهاء ما يقابل الفرض، كقولنا صيام رمضان فرض ولا سنة؟ فرض. وصيام 6 أيام تاع شوال سنة. صافي الفقهاء هكذا يعرفون. أو ما يقابل بدعة، نقول هذه السنة وهذه بدعة، هذه السنة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بدعة. وتعريف المحدثين قلنا لكم هو أكبر وأطول تعريف وأوسع تعريف وقد ذكرناه. وبعدين دخل في السنة فيها خدمة كبيرة داخل، كي تروح تستنبط الأحكام كاع الأحاديث كيف لا فيها خدمة. وش من السنة المتواترة وسو خبر الأحاد وكذا، وبعدين حسب القوالب وحسب الأنواع من حيث السند، أنواع الحديث السنة من حيث السند، من حيث كذا من حيث كذا، فيها خدمة. طبعا نعود إليها ونحن يرافقنا جمع الجوامع، نعود إليها. أدنو على كل شيء كذا نقول لك مثلا، يلا صحيح البخاري، ذيك البخاري قلنا إلى البخاري إلى مسلم إلى أصحاب السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن كذا، وبعدين المستدركات، مستدرك مثلا تاع الإمام الحاكم، وبعدين لات المعاجم وكذا، وبعدين لات الموطئات كموطأ الإمام مالك عالم المدينة إمام دار الهجرة، باش نحاول إنصاف الجميع. خاطر إذا كان عند علم ننصف، إلا ما عندناش بيبري يجي ممكن واحد ما يعرفش يقول لك الموطأ الإمام مالك ما كاينش منه، يقدر يقول الكلام، وهذا سمعناه، ربي يهدينا على واش نقولوا. ولكن الإنسان عدو ما يجهل، غير نرسينا راسي نورمال يظلم نرسينا. لذلك أدنو غرسين النظام ثورة الدفاع الفقه، العلماء وصول سخذ من القواعد وكذا، والفقهاء أخذ في كل فقه. تسمع مثلا، يلا تسمع الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، رسالة من أمهات الكتب، متن رائع ممتاز ومؤصل. ممكن يجي نهار إن شاء الله يكون عندنا امتحان يطرح الجامعة كذا، قال يا أصلنا باب العبادات كذا وكذا الطهارة، واحد سكان اللي راه موجود في متن الرسالة، جيبوا الأصول الشرعية نتاعو. هو يتكلم دار لك متن مختصر، ولكن احنا دورنا نجتهدوا
كل كلمة كل حكم فقهي نرجعوه إلى الكتاب والسنة. يعني كل الحكم ثنوسي زوراني نس أنوي ذزاريس قلنا من أدلتها التفصيلية تقول هذا الحكم اللي جابه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة هاي الدليل الآية الفلانية الحديث الفلاني في البخاري مسلم وسند الإمام أحمد كذا ترجع مباشرة وهي تحتاج إلى خدمة والله ما هي سهلة خطر وما تعبوا ما درش المتن باطل حتى نقرأ وقرأ 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 أعطانا لا كريم إفكي غد أن جو عصير نيغون دمك دوضيون وليستفكض كجون تشينا أستفكض عصير أثيد في الزميضة كني أذا استفكض الله يبارك ما شاء الله جو ما شاء الله أكي خدما. وكذلك فعل ابن عاشر في متنه الشعري متن ابن عاشر وقد قلت لكم سادتي هذا المتن ما قيمته عنده قيمة عالية جدا متن ابن عاشر وقلت لكم ثاني إخواني مختصر الفقه سيدي خليل ربما لما يقرأش هذا الكتاب يقول لك سيدي خليل هذا جمغارا ديمودي بيريمي مش عارف ليه ما عندهش قيمة لا لا يا المختصر الفقه حاجة كبيرة بزاف إذا قريته فهمته نسلمه على راسك عادي لأنك عالم كبير ولكن زير لازم لا ميثودولوجي قلت لكم سادتي نقرأ ابن عاشر وبعدين نطلعوا للرسالة وبعدين مختصر فقهي لقد نهار بهذه الطريقة وقد قلت لكم الشيخ جدي منقلاتي الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي أحفظ المختصر الفقهي في ثلاث شهور ونص كامل. وشرح صحيح مسلم في 12 مجلد وذكرتكم بعض العلماء نتاعنا نتاع الجزائر كما أول من شرح صحيح مسلم أبو عصيدة في المسجد النبوي جزائري أول من شرح صحيح مسلم وشيخ من شيوخ المنطقة الشيخ رزق الشرفاوي سي شرفان بهلول أيضا قلت لكم بعض ترجمته فيما سبق جماعة الخير الله يرحمهم رغم الظروف اللي كانوا عايشين فيها ولكن ذي الحيف ولكن سعال النيف سعال في سمين غران يرنص غران والحمد لله مازال الخير ولكن إذا جمعة الخير هذه الكتب اللي سمعتوها والمتون هذه وغيرها ما جاتش بركة كذا معنى قرأوا القرآن والسنة وقاموا بإعمال القواعد الأصولية هذه خدموها جمعوا الجوامع جمعوا الجوامع نهار اللي وصلنا إلى الواجب والفرض واش قال صاحب جمع الجوامع السوكي قال الفرض والواجب مترادفان هكذا قال وهذا شرحناه الفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي هو واش قال واخذوا كنت هذا الكلام يحتاج خدمة كبيرة باش تفهم هذا الكلام هو في سطر الفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي شو تقول سيدي موكلي ستين كود الكود هذا نحلله أرى في جمع الجوامع معنى الفرض والواجب مترادفان الخلاف في الاسم اختلف الاسم واتفق المسمى هذا عند الجمهور ولكن أبي حنيفة يفرق بين الفرض والواجب ما ثبت بالقرآن بالدليل كذا فهو فرض وما ثبت بالسنة تعرفوا هذا شرحناه فرق بين الفرض والواجب فرق بين الفرض والواجب كم فرق أيضا بين الباطل والفاسد إذن هذا العلماء علماء الأصول إذن الله يرحمهم الله يرحمهم نحل مشكلة كبيرة كسنا وقول ذا القرآن في كنغيد في سورة أمشر النغال غل القرآن أمشر النغال السنة ودنجفذ أي الروج إقلان ذي القرآن أب ذي السنة مباشا ديني غير الروج أي دنجفذ إلا قنستخدم القواعد أجي الدين ذي المسألة أجي أشيني غانسيت سفغض سدلالة النص نقص دلالة الإشارة نقص دلالة العبارة سمفهوم المخالفة نقص مفهوم الموافقة نقص فحوى الخطاب أمش أيد فهمه باش يتجاوب
خطر مدفي مضر داك مشكلة صافي نوغل نحصل ودفي مض وكفي مض. فهمت المسألة كيف؟ تثيق هذاك يخذ من عزفين فلاس ماشي بسهولة ماشي بسهولة. نكويث ولا جات نتيد نكوني إلا قانت نغر ما نغرى تريكي غدي جان يمزورة كان ربي الحمد لله في هذا القدر في هذا القدر كفاية. لذلك يا جماعة الخير وبعدين نقطة أخرى شرحناها تحدثنا عن تدوين علم الأصول. متى ظهر هذا العلم؟ ظهر في القرن الثاني الهجري. قلنا أول من وضع قواعده هو الإمام الشافعي، هذا عند جمهرة العلماء في كتابه اسمه الرسالة. وقلنا لكم ابن خلدون في كتاب في مقدمته في الصفحة 424 أهدر ابن خلدون عن تدوين علم الأصول، وقد قال من ضمن ما قال ولما أصبحت العلوم فنونا. مع انتهى في عهد الصحابة، الصحابة كانوا في غنية عن علوم الآلة وحوجنا الصحابة يكل علوم جن أن خدمك كويثور تحوجنا خطر عشان كذب في صلى الله عليه وسلم يعرفون مواطن التنزيل زرنا عند ينزل القرآن أشون الظروف في سيركونستانس ينزل القرآن يعرفون اللغة العربية وأسرارها سنن تعرف فهمت مليح سنن المقاصد من الدين سنن كل مراجع صفر حوجنا العلماء. إمام الشافعي ذي الوقت اللي يفقد ذي الوقت المناسب لين ربي يتسفدي عرضين ينس قرن لكل وقت رجال لكل وقت رجال. وهذا الكلام تاع الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله لكل وقت رجال ولكل مقام مقال. ربي سبحانه قيض أولئك الرجال فصاروا خداما لميراث النبوة الله يرحم الجميع. لذلك ابن خلدون وهو يؤرخ العلوم لم يقل أنه هذا من قال هذه من علوم الآلة ما احتاجوهاش الصحابة كانوا في غنية عن هذه العلوم. ولما أصبحت العلوم فنونا يعني سيدي سبيسياليتي راه يهضر على 12 القرن اللور والأكثر هذه يهضر في 12 القرون الذفيرة إناد. ولما أصبحت العلوم فنونا ظهر علم الأصول وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وإن شاء الله في الموسم القادم نجيب لكم الرسالة هنا نديروا عليها تعليقات إن شاء الله تعالى. ونحن نتحدث عن جمع الجوامع لازم نرجع 12 القرن اللور ونجيب ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وطبعا قراءة كتاب الرسالة صفحة واحدة لا بس تحتاج إلى خدمة كبيرة صفحة واحدة القراءة ما قلتش الفهمة القراية بس مفهوم باش ننظر كان شو جاني مزورة فلسنا فورمي. لذلك إذن الحمد لله قلت اللي بغى يرجع يرجع إلى كتاب المقدمة الصفحة 424 ابن خلدون تحدث عن هذه النقطة اللي هي تدوين علم الأصول. بعد شرحنا ذكرنا الفوائد علم الأصول وهي كثيرة جدا. من فوائد علم الأصول من فوائده تنمية الملكة الفقهية عند الدارس اللي قرأ علم الأصول المخيص لازم يكبر لازم يكبر لقد يمور بصغير ما أنا مشطوح وزايد يكتسب واحد الطريقة سيدي رفلكس سمحتي اللي يسوق طوموبيل برك سقع 20 سنة هو يسوق مع الوقت واللي عنده اللي رفلكس يقصر معاك وهو يسوق نورمال اللي رفلكس كاينين اللي عنده بيرمي جديد هكذا خطر مازال نفس الشيء. هذا تولي النصوص في دماغك تجي بسهولة والقواعد تجي بسهولة كما ان ميدسان بروفيسور يدير كونسلطاسيون اوردونونس تم تم ما تقولوش دير لي كونفيرونس يقول لك دير لك 70 محاضرة انا قريت 6 سنين نقرا ولا 10 سنين ولا نعطيك الاوردونونس راه جيب دواء وربي يجيب الشفاء ولا لا لا مين من الفتوى كيف كيف الحكم الشرعي وكذا تلقى كاين قواعد كثيرة تخدم
يسولي ثم هو صنفها خدمها وبعدين يعطيك لاكارين يقول الحكم الشرعي هو هذا. الحكم الشرعي هو هذا. لذلك علم الأصول لازم يشغل المخ مليح. وكذلك هذا العلم كما قلنا الله يبارك يستخدم من أجل استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة تفصيلية ورفع الحرج عن الأمة بخصوص النوازل التي تنزل في جديدين. أشحال تلوفة في جديدين يا أخي الناون ذي الإيكونومي ذي الاقتصاد برك. لو كان نريحوا سيثورة على المذل الفجر نعطي لكم غير دي تتركة المسائل الجديدة في الاقتصاد ما نكملوش. ماشي باش نفريوها لا لا لتيتر برك لتيتر نقولك خطاب الظنان برك دايا والله 10 سيوع ما يكفي باش نشرحوا هذا الموضوع والله. خطاب الظنان برك خطر آخر دكتورة نوقشت فيها 600 صفحة في الموضوع 600 صفحة نكملها من الفجر. هذه خطاب الظنان هذه جديد شهادات الائتمان. لو كان دخلوا في التكنيك بانكير دخلوا داخل فكيفاش الزوبيراسيون تتم داخل البنوك وكذا وبعدين تقول لي وراه الحلال وراه الحرام. ما تقول ليش جوجمون جلوبال حرام هذه سهلة هذه اسمها لي سوليسيون فاسيل. اسمح لي اليوم نكون شوية شديد عليكم خاطر نحبكم وخاوتي نزيروا شوية البنومات. لي سوليسيون فاسيل سهلة واش البنوك هذه ما نفهم ما نحتاج الفهم حرام وفرات اوايا علاه ما حبيتش تتعب وتفضل تسعة صفاط تفضل العتاب ماشي كيخدم المدان لقات صغراض روح تسقسيض روح تواليض روح تواليض زاد شويه اللان زعما شي نغم. قال الله تعالى في سوره البقره الايه 275 واحل الله البيع وحرم الربا كفا انت غوري فورا تفضيز مداين سي بون تفرمي تفرارا رب دي قرار غر قفر شوث الربا ياكي ابري افكد الجيش هكا دي قرار شرع قرار قرا لا بروف الايه الاولى تقرا اقرا ولا لا لا الايه الاولى تقرا غر وسنرى ربي النبي صلى الله عليه وسلم الظالم سباحنا طبعا مع يعني هذا المقام العالي لهذه العبادات وعلى راسها الصلاه وهي شامه في القربات الكبرى في العبادات الصلاه ولكن القرايه اقرا باسم ربك قال باسم ربك اسم اقرا في اطار المنطقه هذا نتاع القران خاطر لو كنت نح باسم ربك تولي القرايه مدمره شحال قرانس في السنه اقرا باسم ربك قريت واش قريت الفلك ولا الجيولوجيا ولا الطب ولا جغرافيا ولا باذن الله تعالى علمك سيقودك الى معرفه خالق السماوات والارض قريت الفقه والشريعة وكذا تقراه باش ترفع الحرج عن الأمة خاصة في هذا المجال الحيوي وهو النوازل. هذا يقول الإيكونومية يعني كان ثذمسة اقتصاد نروح الله للبيولوجي للميدسين وكذا يا حصرة نقول لك ذكرت الجينيتيك ونقول لك الكلوناج ونقول لك هذه الأمور قاعدة تصرى وذلك الآن تروحوا حتى التحكم في الذكر ولا أنثى يا أسئلة تطرح تدير ريجيم كذا 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 أدواء قشيش أو قشيش مشاكل كبرى إيه وبعدين تبرع بالأعضاء وقسم واحد اللي من الزورغان تاعو هذي في الزلط يصنع كذا هذه مسألة جديدة. العلم تطور والشرع لازم يكون يواكب لا ميزاجور أخيني ما يجوز أذفك في الزلط يوايب أخيني يا عجب في الزلط تفكار صافي ما يجوز الزنزة هي خطر الزمال يعيش وسيلة الزلط والحمد لله كان اللي عاشوا كلية واحدة هل يجوز نبيعها هل يجوز نعطيها هل وهل وهل الشرع لازم يقول كلمته هذه من النوازل والنوازل كثيرة 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 في مجالات كثيرة صافي جماعة الخير وهذه علم الأصول صافي ينفعنا كيفاش ينفعنا ينفعنا في النظر في النوازل لإيجاد الحلول الشرعية من الكتاب والسنة بما يرفع الحرج عن الأمة خطر الأمة راهي في حرج شحال الملايير اللي راهي الآن مكدسة الغاشي ما حبوش يديوها للبنك
على بالكم بهذه هذا الكلام قلنا في كل مناسبة. كونوا شاطرين يا الحكام، علاش ديرني غير البنوك الكلاسيكية فيها الربا يقينا؟ والناس المؤمنين يقول لك انا عندي 10 ملاير والله ما يحطها في البنكة. كاين اللي ما حطوهاش فعلا، يقول لك نحطها في البنكة صافي راه نعاون الربا. ما نعاونش اخويا، مين انت عندك 10 ملاير، انت عندك 100,000 والاخر عنده 100 مليون والاخر. النهار اللي تكون بنوك مصاريف تخدم بالشريعة، دراهم كاع تخرج ولا لا؟ لا، هذه الأموال المكدسة، أموال الأمة راهي مكدسة، تخرج تولي تخدم تدخل. يا أخي يقول لك المثل الاقتصادي، يقول لك رأس المال جبان لا يتحرك إلا في أمان. فهمت الإشارة سيدي؟ الميساج بركة ما فيها خدمة، معنى يذرك هذه قضيتنا كامل. إذا كان نقول لا بد من مراجعة الارتيكل 455 من الكود سيفيل، لابد. لو كان نروح الجزائر راني يهمني بلادي يضرب، لابد لازم ان ريفيزيون رابيد الماده 455 من القانون المدني الجزائري. طبعا عندها علاقه بالموضوع هذا، هذه وغيرها، كان قوانين اخرى، مواد اخرى، هذه على سبيل المثال. صافي اذن فيها خدمه، يلا ما لاش علم الاصول صافي يفيدنا. هذه بعض فوائد علم الاصول. الآن فيما بقي من لحظات وصلنا يا إخواني الكرام وأشرنا عفوا إلى بعد ذكر الكتاب والسنة وكذا، لكن كاين مصادر أخرى هذه سيأتي بيانها، نحتاجها من بعد في الطريق في الخدمة. إجماع اتفاق جميع العلماء من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الأحكام الشرعية العملية، ونفهم وراء الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، واش الفرق بين هذا وهذا، واش الفقهاء وين اختلفوا في العلماء، اختلفوا في هذه ولا في هذه. موقف الشافعي ذكرنا بلا موقف أبي حنيفة من الفرض والواجب وكذا، وبعدين هنا الشافعي ينطق يقول لك أنا كونتر الإجماع السكوتي. شوف الحرية، الحرية اللي موجودة عند السادة الفقهاء. كل يوم يسعى لا بيرسوناليتي، يسعى شخصية، يسعى لاغيس أكيد في الرئيس الشافعيين وقشيتنا سيقال توقف في الغال الإجماع السكوتي. الإجماع الصريح نعم، وين العلماء كل يصرح بما يراه في المسألة المعروضة، أما الإجماع السكوتي معناه يتكلم البعض ويسكت الباقي، وصار جدل بيناتهم جدل. وحتى المناظرات والمناقشات اللي كانت تحصل بين العلماء مفيدة حلوة لطيفة جدا. الشافعي قال لهم لا ينسب الى ساكت قول ولا اهو يوني سكت يسوسم مش اسقر يناد تودي النار رانا سوي اسقر. السكوت في موضع البيان بيان، هو شافعي انت جماعه الخير في كل دخان كان هكا تسم شوارم شدوا ثمثني يلا اش نخدم، نخدم بروجي لوزين ويفكي نغلوزين البنتور نغلوزين الياوت نخدم يوزار بولاي نخدم يلا لي زارغيمون في القانون في الاقتصاد من دراسة الجدوى. وبعدين يو البروجي يفرارد يسعطس الفايدة شاسين واش رايكم غادي نتقيو لا كيني وفقا هو يلا سوسمن سون كومونتير. اسكو نفهمو انفهم باللي قبل نوقفي النار، هل السكوت معناه الموافقه والرضا؟ لا ماشي، وذاك فيها ايضا كلام. ذاك الشافعي نقش عادي نكوني نستفادوا هما يتناقشوا حنا مستفادين. وبعدين مين يكون ذوكم زمان نناقش في امور كثيره، مي انا مناقش ما نسعى لاغن باش انا مناقش مي ولاش ثغنانت نازول وطارت هذه كامل من خرجت هذه الامور كامل خرجت من القله من القله ولا لا لا بلا هي ما إلا في مسيث الله هي المناقش. أنا هضر ربحين ربحينا كان العلماء وش يقولوا الأقطاب، يقول كلما جادلت شخصا إلا وسألت الله أن يبرز الحق على لسانه. يا بابا يا بابا شوف النيفو يا إنا إيش ما نقش غيون أسقر غرب بيسو فغدثي تصفير سيس ماشي شكون اللي يغلب ولا نو هذه ما خطر. كاين قدر كاين قدر وخينا عند الشافعي شو سينا في الامام مالك واش تقولي في الامام مالك
يعني الإمام مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم مدن فذري مسناون الإمام مالك ذثري والإمام الشافعي يا رئيس ربي الخير الإمام أحمد من ميك فتظرت هذه دعوة الإمام الشافعي أنا يسميه سأشوف الشافعية أم كنت ودني ولا الشيخ رزق شرفه كين شو رزق شرفه كذا مغار يسال مالش ويخدم ميت سنظم بعد الزر السنة راه شيخ الله غال الله غال إن أسمي الشافعي يجي إن أس أم يتجد دونيث ناس لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هاو حاجة كبيرة وفلان وفلان قرأوا ماذا قال الإمام الذهبي عن الإمام النووي وش قال فلان فلان يعني كان ما شاء الله خير ربي ابن حجر العسقلاني واش قال فيه فلان الإمام هذا السبكي السبكي تجد الدين السبكي ماذا قال عن الأقطاب وماذا قال عنه الأقطاب وهذا ذكرنا فيما سبق ماذا قالوا عنه معنى كاين تقدير واحترام وكاين أخطاء طبيعي هم بشر عادي ولكن الله يبارك ما شاء الله حياتهم حياة عامرة بالخيرات عامرة بالمنجزات كي جمعت خير أنغر الإجماع كي نظر غرص تكاشو لك شيء شار نغر ياكل أنغر القياس نظر كي يستخدم القياس مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له الاشتراك كما في العلة نغي إلحاق أمر بأمر آخر إلى آخر التعريف وهكذا أركان القياس وبعدين كيف يعمل القياس ونظر في المصالح المرسلة نظر كذا في جوك أنت نحو جوك ورزدف ياكل أتصل خير رزدف من بعد آخر حاجة تشفى ما نهضر في اللاس يمين نهضر في الحكم الشرعي الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله تعالى المكلف هذا هو التعريف المبسط حكم شرعي خطاب الله مكلف معناها ربي سبحانه يخاطب المكلفين وين هم يسموا إفكار العقل ماشي مقصود هذه الظن وريد الظلة وريد صوزم وريد صوزم وريد الظلة ما عدا الزكاة لا الزكاة إن أظن خطر الزكاة الوعاء ينسد المال مما قالوا هذا مشروع هذا وجيب يجي سبابه سي مليار من غيثيري من الشركة ناشو شمت لي الزكاة أيغر خطر وعاء الزكاة أوعية الزكاة ذكرناها في الحديث 580 في الموطأ أشرنا إليها يلا مثل الظلي خطي رمضان خطي خطر موش مكلف دائم العقل مناط التكليف ولاش العقل دائم موش مكلف خطاب الله عز وجل للمكلفين ولكن داخل الحكم الشرعي ند نوعان النوع الأول الحكم التكليفي النوع الثاني الحكم الوضعي الحكم التكليفي خمسة ننادى الواجب نغى الفرض عند الجمهور والإمام السبكي أشوف دينا في جمع الجوامع إنات الفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي هذه عبارة حرفية في جمع الجوامع هكذا إذا صافي نفهمه إذا ما كنت قرأ في الفقه الحنفي تلقي فرق أنت عندك خلفية معرفية ما تقولش الكتاب يتناقض مع هذا الكتاب متى يعني ينتفي عندك التناقض إذا كانت عندك خلفية معرفية مسبقة ساتة مسنق الزريض الفرض أكد الواجب عند الجمهور كيف كيف عند أبي حنيفة لا نفى الترادف بينهما وذكر الأسباب وقد أشرنا إليها في لقاء السابق وبعدين إلا بعد الواجب من الفرض إلا المندوب إلا الحرام كي تقول هذا حرام وإلا المكروه حكم الكراهة إلا حكم الإباحة صافي خمسة وقاص الحكم التكليفي الحكم التكليفي خمسة وكل يوم أن بفي دينار ماشي تفضيون جوج ما هي صادقة لا لا ذاك الحرام ذاك المكروه ذاك المندوب ذاك كذا إلى آخره ولا قال نستخدم جوجمون جلوبال كلش شو لما كي ذيونك لا لا كل حاجة بإمكانيس صافي أثني السينة مش نستخدم أدنوغا للحكم التكليفي الحكم الوضعي لأن الحكم الوضعي هو أمارة علامة على التكليف ذكرنا ثلاثة نرني السين أم زوارو سبب ذكره السبكي في تجدين السبكي في جمع الجوامع السبب الشرط المانع
بعدين الصحة والبطلان أو الفساد الذي أيضا يسمى بالبطلان عند الخير عند الآخرين. صافي اثنين خمسة السبب أدير مثلا ميراث كذا وكذا ينتقل من إلى آخر لوجود سبب إما القرابة إما الزوجية هذه هي كيف ينتقل من المورث إلى الوارث لوجود سبب أليس كذلك؟ يلا السبة مشي يورث وان وري ورث روا وقيس على السبة مشي يورث وقيس على السبة الشرط حكينا عيوني ساعة كشمت كيد 400 مليون أسا مبروك في الله إسكو يزكي بيسكيش على كاين الشرط مخصوص هذا ما كان خطر النصاب عنده ولا إذن هو دخل في صنف المزكين مي ما زكيش ماشي سكاري على الشر يصار 400 مليون السنين كما شفوا اقلاك ذي شعبان 1438 السيا رقاب الميديزي وسكاس اتسفغض ربع العشر يعني 2.5% هكا امشي ديال السفغ صافي ما قيمه 400 مليون سي رقابل شحال السفغ شحال 10 مليون ابي تشوفهم 10 مليون سير 40 بارك الله فيك اما سير 40 مقسومه على 40 نغ 4 مليون دينار مضروبه في 2.5 ديفيزي بار مقسومه على 100 سوف النتيجه نفسها صافي اذا لازم لك شرط اللي هو حوالين الحول شفت كيفاش اذا صافي هو علامه واماره وكاين الحائل او المانع المانع ذكرنا في سبب ذكرنا نعود الى موضوع الميراث مثلا ولكن قاتل مورثه قتلا عمدا عمديا هذا لا يرث لوجود المانع لوجود المانع مانع اللي هو القتل العمدي العدواني وهو الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون 411 في الماده 135 يعني فلا وحدس صف ديال مادام هناك حائل لا ينتقل الميراث القرابة لا إذا من اللان ولكن إلا السبب المانع الحائل اللي ما يمنعش اللي يمنع انتقال الماء الردة يون موثي جد الرويس يون مرتد في قالك بطلت الإسلام كي يا جبال أمشي أسخر مغيون أمك ذمي سا في الكرثرة القرابة لا ذي ذمنيس مما تفضوض الميراث بسكست في كظيم سنية استكذارة هي ورث استكذارة يخذ ميز أخطر في المانع شو المانع اسم الردة الردة يعني أصبح مرتد هو يقول كذا مسيحي مي في نظر الشريعة هو مرتد وتجري عليه أحكام الردة إذن فالردة مانع من انتقال الميراث من المورث إلى هذا الوارث وإذا زال المانع الله يبارك يعود ولكن متى العبرة بيوم الوفاة العبرة بهذاك النهار يوم يستحق الميراث خطر لأن الشروط ذكرناها تحقق من وفاة المورث والتحقق من حياة الوارث وقد تكون الوفاة حقيقية وقد تكون حكمية والحياة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية بالنسبة لميراث الجارين مثلا أي غرب مثل عبوطيس هذا يورث إبورتومازات يسأل دونيث عنده شهر في بطن إما أقول في عبوط قماس مش الشريعة تقرر جو أسن جموريس يرنس جموري الهان نعم سبحان الله شوف يعني أموري الهان مش عجبه وقد أقول الحون اسم تفكض وين ما انا عمي اتخم ذوك لي بروبابيليتي باش هاد السفر الميور وقي حرزيث ميديلول فكست اما يلولد اقل مما توقعناه اسد نكس نكوني جايس 500 متر كاري اس ميديلول يفرد ساقشيش مثلا لنا الى قصد نفكيان 350 اس نكس 150 تنفكي وياضوري فثال الحال يوعر لو كان سنج 350 تدي فغي لا قاسين 500 انسى غادي كنت 150 ميزان وينو مثل في كذا شي جامي شبر في السكرال الله جماعه الخير هما لا نروحوا بالعقل كان
يوث يوث كان كل شيء ثاني الشريعة الحمد لله. ربي قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تكلم عقا على الرسل المزورة وكذا. الآية دي وين جات بالمناسبة؟ يلا هالشطرين الآية اللي راهي في سورة المائدة الآية 48. لذلك يا جماعة الخير أي غرض في غوالة كي باش يديني غبلي في كذا يوم قرن الحكم الوضعي، معناه ذكرنا السبب، ذكرنا الشرط، ذكرنا المانع، وألحق بهم بهذه الأحكام الصحة والفساد أو ما يسمى بالبطلان. توقفنا هنا نقطة نحفظ سورة ختمة القول. لابد من نقول فكرة باللي الجوامع نتاع الجزائر لابد أن تعود إلى سابق عهدها، إلى قل جوامع نغدوال بلك أولا قلت سلامية ثمثنا شحال مريح دعوذة عاوذ خذ بارسكو فغيغا نغلا نفغاياكو بس مهتي إذا تكرر تقرر هو المقصود. يعني نتمنى باش مساجدنا تعود إلى سابق عهدها لتدرس هذه العلوم في المساجد، لازم تدرس لازم. وحنا مستفادين على فكرة باش نتهناو ونفروا مشاكلنا، نولوا نهضروا بالعلم بالقدر، وحنا خاوة ربي دخل الجنة والله يبان فيها متعة، متعة كبيرة جدا. ثقي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، هذا المسجد المبارك أشهد ويشهد الخلق الموجودين وتشهد الملائكة باللي مسجد أدى دوره، وهذا النجاح بنجاح الجميع، النجاح والصناعة الجماعية. فضيلة الشيخ مع المساعدين له الأئمة، إخوة الأئمة والإخوة القائمين على هذا المسجد، لجان دينية من أولها إلى الحاضر الآن، خطر الله يبارك، نظفت الجامع تقرزمت ونحرز ربي أعطيكم الصحة ما شاء الله. سد الحضور أيضا بمناقشاتهم وأسئلتهم، تذكرون حينما كنا ندرس بلوغ المرأة من أدة الأحكام في كل حلقة كان حوار، حوار مفتوح، خطر كان أحاديث الأحكام. وإن شاء الله نتمناو باش تقتدي المساجد الأخرى بمثل هذا المسجد في الحلقات العلمية لينتشر العلم في أوساط شبابنا وفي أوساط جميع رواد المساجد. حاجة أخرى إن شاء الله تعالى نحتاج من إخواننا الدعاء لكل الإخوة القائمين على هذا المسجد باش ربي يحفظهم ويسترهم ويسرهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى، وأن يحفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.